وللمزيد حول الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات في الهند على سمع وبصر الحكومة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الدوحة الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات السيد سمير الحجاوي. مرحبا بك معنا. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. الهند التي تضم أكبر تعدد في الأعراق والمعتقدات الدينية، يقتل الناس فيها على الهوية كما تلاحظون، ما الذي أحدث هذا التحول في بلد تصنف حكومتها بأنها واحة للتعايش والديمقراطية؟ الحقيقة أنه منذ أن وصل حزب بهارات جناتا للسلطة وبدعامة ناريندرا مودي، ازدادت النبرة العنصرية جدا ضد الأقليات غير الهندسية، لأن الشعار الذي يرفعه هذا الحزب ويرفعه رئيس الوزراء أيضا أن الهند للهندوس وأن الهند هندوسية وأنهم لا يريدون الآخرين وبالتحديد المسلمين على وجه الخصوص، ثم بعد ذلك الأقليات الأخرى مثل المسيحيين. هذه الهجمات الكبيرة والعنيفة والشرسة التي طالت المسلمين هي مستمرة متواصلة في جميع المناطق، ليست فقط هجمات عنف تراق فيها الدماء، ولكن هناك هجمات أخرى من نوع آخر، وهو أيضا سحب الجنسيات من أو الجنسية الهندية من المسلمين وتعقيد تجنيس الهنود المسلمين، ثم بعد ذلك هناك عملية التضييق على مناطق المسلمين وحرق مساجدهم وحرق وهدم محلاتهم التجارية، حتى أن المحلات التجارية للمسلمين يتم هدمها. بطبيعة الحال الأقلية المسيحية هي أيضا لا تفتن من هذه الهجمات، لأن هذا الحزب الشعبوي هو حزب شعبوي يميني متطرف جدا، يريد أن لا يكون هناك في الهند أي أقليات أو أي أديان أخرى سوى الأديان الهندوسية، وهذا ما يفسر لماذا تصاعدت حدة الخطاب الشعبوي والعنصري والعنيف أيضا، ليس فقط شعبوي وعنصري بحد ذاته، يعني ليس خطابا شعبويا وعنصريا بدون عنف، بل يوافبه عنف شديد. نعم، هذا العنف الشديد ليس فقط عن المسلمين الذين استهدفوا منذ فترة طويلة، إنما أيضا تحول إلى المسيحيين، يعني وأصبحوا تحت يعني مربع الاستهداف. هذا صحيح. الهند عبارة عن فسيفساء، يعني ما بين هندوس وسيخ ومسيحيين ومسلمين وغيرهم من الأخرى. هذه الأغلبية الحاكمة أو الأغلبية الهندوسية أو الشعبوية الهندوسية الحاكمة تستهدف المسيحيين بشكل عنيف، تمنعهم من الاحتفال بأعيادهم أو طقوسهم، معابدهم وكنائسهم مهددة، وهناك الكثير من الشكاوى على الهندوس وعلى الحكومة الهندية اليمينية المتطرفة مما يقومون. المستغرب فعلا أن الدول الغربية، دول الغرب تصمت، يعني بين قوسين هي مسيحية، تصمت على هذه الانتهاكات وتصمت عن هذا الاستهداف، وأي انتقادات توجه للهند هي تكون عبارة عن انتقادات خجولة. والسبب في ذلك أنهم يحتاجون الهند في للتوازن، توازن القوى واللعبة السياسية ما بين واللعبة العسكرية أيضا ما بين الصين وما بين روسيا، وبالتالي الأقلية المسيحية يمكن أن تقدم ضحية على مذبح المصالح، ولا يكترف بها لا من قريب ولا من بعيد. أي مصالح؟ تماماً. أي مصالح؟ كما يحدث مع المسيحيين في فلسطين. نعم، أي مصالح تقصد أستاذ سمير؟ خاصة أنه يعني المواقع تتحدث أنه هذه الحرب أو الانتهاكات التي تطال الأقليات يمكن تسميتها بحرب الهندوس ضد الأقليات، فأين الدولة من هذا؟ ما مصلحة الدولة في أن تكون عندها هذا النوع من يعني الفوضى والقتل والإجرام والانتهاكات ضد الآخرين؟ هذا سؤال جميل ومنطقي.
الدولة نفسها، الحكومة التي تحكم هي حكومة يمينية متطرفة، هي تحكم بعقلية الأيديولوجيا، يعني لا تهمها نظرة الآخرين إلى ما يفعلون، ولا حتى في بعض الأحيان نظرتهم إلى المصالح، حتى مصالح الهند، لأن هؤلاء أيديولوجيين، وبالتالي هم يريدون أن تكون الهند هندوسية فقط لا غير، دون أخذ أي شيء بعين الاعتبار، تماما مثل كما يفعل بن خير في فلسطين، رغم أن نتنياهو يميني متطرف، إلا أن بن خير والآخرين في حكومته ليسوا أكثر يمينية، بل أنهم يضربون بعرض الحائط بكل شيء، بكل حتى التوازنات الدولية، وحتى في السلبية. نفس الشيء يحدث الآن في الهند. الهند تقودها حكومة يمينية شعبوية متطرفة، بل متطرفة جدا. يعني أذكر أن ناريندرا مودي نفسه قبل أن يصبح رئيس الوزراء، وقبل أن يصبح في حزب بهاراتيا جناحه، هو كان رئيس تنظيم مسلح، هو كان رئيس تنظيم هندوسي مسلح، وكان يستهدف المسلمين ويستهدف الأقليات الأخرى. هذا يفسر لماذا وقعت الهند تحت هذا الجنون، دعنا نسميه. لكن هذا في نفس الوقت هذا امر متفجر جدا. لماذا؟ لان الهند هي عباره عن فسيفساء، كما قلت، عباره عن فسيفساء من الاقليات، عباره عن لغات مختلفه، عباره عن شعوب مجمعه وليست شعبا واحدا، وبالتالي قد يتحول هذا الامر الى قتال داخلي. بالنسبة لماذا يصمت، ما هي المصالح؟ نعم، الغرب له مصالح، مصالحه هو أن يضمن أن تقف على الأقل الهند على الحياد في علاقاتها مع الصين، أو في علاقاتها مع روسيا، لكي لا يكون هناك أي محور، حتى لو كان هذا المحور عبارة عن محور محتمل، وبالتالي يصبح الناس سواء كانوا أقليات مسيحية أو غيرها مجرد بيادق على رقعة الشطرنج، لا أحد يهتم بها. وصلت الفكرة، شكرا لك الأستاذ الصحفي سمير الحجاوي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.